معرفش يا جماعة، انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ يعني هو انا اول واحد في الدنيا يخطب ولا يتجوز؟ يا ابني اسكت بقى، عمال بحسب ازاي اجيب لك الفلوس اللي انت محتاجها عشان الجواز دي. بصراحة ربنا بقى حماك طالب طلبات مبالغ فيها جدا. طب ما تحاول يا عزيز ان انت تتفاوض معاه وتقلل الطلبات شوية. ما اقدرش، انا مكانتي الاجتماعية دلوقتي ما تسمحليش ان انا اتفاوض معاه في التفاهات دي، وبعدين اخاف الراجل يقول علينا فقرا ولا حاجة. طب ما هو كده كده هيقول عليك شحات لما ما تجيبش الحاجات دي. لا، ما مين قال لك انا مش هجيب الحاجة؟ هجيب الحاجة بس واحدة واحدة. ايوه هتجيبها منين يعني؟ اذا كان حماك طالب شقة بمواصفات مش اقل من 2 مليون جنيه. ماشي، مواصفات ما تقلش على 2 مليون جنيه، بس ما قالش تمليك ولا ايجار. انا هجيبها ايجار وابقى اخلي مي بقى تشرح له ولا تحل معاه. وبقيه الطلبات بقى مي برضه هتشرحها له؟ عيب يا عزيز، بنات الناس مش لعبه. الله، انا هتجوز يا فيروز، في ايه؟ بس واحده واحده، تاتا تاتا. طب والشبكه يا فالح هتعمل فيها ايه؟ لا، الشبكه دي اخر اهتماماتي، دي انا هجيبها علشان اتفقت مع حماي على الموضوع ده علشان صورتنا ما تتهزش قدام. ايوه برضه هتجيبها منين؟ ده انت لو قعدت تحوش مرتبك كله طول السنه برضه مش هتكفي فلوس الشبكه. هتيجي ان شاء الله، فلوس هتيجي ان شاء الله.